ما حكم الاستماع لأشرطة السيرة النبوية؟ حيث طرحت في الأسواق أشرطة كاسيت سجلت عليها أحداث السيرة النبوية، وأنا لا أعرف ما صح من تلك الأخبار وما لم يصح ودرجة الصحيح والضعيف منها، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الواجب أن الأشرطة والكتب لا يقبل منها إلا ما كان صادرا عن أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم، وأما من يجهل حاله ولا يعرف علمه ولا يعرف أيضا الثقة به فإنه لا يوثق بأشرطته ولا بكتاباته. والحمد لله الخير متيسر ولله الحمد، السيرة النبوية مدونة في الكتب الصحيحة، فلا حاجة إلى هذه الأشرطة التي لا يدرى مصدرها ومن ألقاها ولا يعرف بعلم ولا يعرف بثقة، ويبلغنا عن هذه الأشرطة من الأخطاء الشيء الكثير، الواجب التحفظ منها. نعم.